المصاريف دكتور بقيش التي يتحملها المؤمن؟ ما هي؟ نعم اسمع السؤال جيدا. ما أسألك ما عن المصاريف التي يتحملها المؤمن. نعم، إذا بالنسبة للمصاريف التي يتحملها المؤمن هناك تختلف على حسب القطاع الخاص وعلى حسب القطاع العام، ولكن في البداية يجب التذكير بأنه القانون الإطار 0921 حددنا جوج الميكانيزمات ديال التموين ديال هذا المشروع ديال التغطية الاجتماعية، خصوصا في شقه المتخصص بالتغطية الصحية. هناك نظام المساعدة، نظام التأمينات الاجتماعية، ويعني هنا يجب أن تكون هناك المساهمات، يعني مساهمات الأشخاص اللي هم خدامين خص تكون عندهم مساهمات على حساب القطاعات، على حساب الأصناف المهنية وعلى حساب الأشخاص. وكذلك بالنسبة هناك ما يسمى بالمساعدة، يعني هناك نظام مساعداتي، يعني حتى في الدول يعني نجد مثلا نظام التأمينات الاجتماعية أو هناك نظام المساعدات الاجتماعية. هناك نظامين يعني في دول العالم تقريبا، هناك نظام التأمينات الاجتماعية اللي هو التأمينات الاجتماعية يجب أن تكون هناك مساهمة، وهناك نظام المساعدة، هذا مبني على المساعدة ما بين الأشخاص وما بين الأجيال وما بين، إذا هنا هذ النظامين هما اللي كيحدد لنا التمويل ديال الصناديق التأمينات الاجتماعية. الآن هناك الأشخاص اللي كيبقى يساهموا، إذا بالنسبة مثلا الآن شفنا التقرير اللي عملوا اللي صدرته الوكالة الوطنية للتأمين الاجتماعي، دونك واخا إذا كتبقى يعني المساهمة المواطن يعني اللي كيساهم، يعني سواء كان أجيرا في القطاع الخاص أو موظف في القطاع العمومي، فهو يعني باقي كيبقى يعني عنده واحد المساهمة. مثلا في القطاع العام راه هذاك الموظف راه كيساهم تقريبا ب 37%، في القطاع الخاص راه كيساهم ب 31%. إذا هناك يعني هناك مصاريف، مجموعة من المصاريف الآن باقا كيبقى يديها المواطن. إذا يجب أنا كنتحمل الآن هذا القانون الإطار 0921 اللي حددنا المبادئ الأساسية وحددنا التمويل وحدد يعني مجموعة وحددنا التدريج كذلك في تطبيق هذا المشروع. إذا كذلك يجب أن تكون هناك إذا واحد الحكامه مثلا، نحاول مثلا انه اذا نقصنا في ديك المساهمه ديال المواطن هذيك كتمشي لجيب المواطن، يعني هنا كنساعدوه انه خصوصا بالنسبه للناس اللي الاشخاص الغير الاجراء، اللي كان خصوصا بالنسبه للاشخاص اللي خدامين في القطاع الغير المنظم، هادو مثلا كتبقى تمشي للجيب ديالو، يعني كتساعدو من الحصول يعني الخروج من الهشاشه. يعني خصوصا هذا القانون 0921، القانون 0921 كيقول يعني ينص بانه ما تكونش الهشاشه، يعني اذا حتى بالنسبه اذا كانت مثلا نقصنا ديك النسبه ديال المساهمه المواطن في مثلا في التغطيه الصحيه، اذا غادي تنعكس على المعيشه ديالو وعلى الكرامه ديال المواطن المغربي. اذا هنا يجب يعني كما قلت خصها تنقص. وبغيت نشير واحد النقطه بانه الاشخاص الان، وهذا كذلك من بين الفضل بالنسبه لهذا القانون الاطار 0921، بانه نشير واحد النقطه بانه القطاع الغير منظم يعني عندنا في المغرب، وكذلك ماشي القطاع الاشخاص الغير اجراء، عمرهم ولا كانت عندهم تغطيه صحيه، كانت عند يعني زمان يعني مدة كبيرة لم يستفيدوا من أي تأمين صحي، ولكن في إطار القانون 0921 وكذلك يعني الأسس اللي وضعات هاد باش يستفيدوا هاد الناس هما القانون 99/15 و 99/14، أعطى البنية الأساسية باش يستفيدوا هاد الناس هادو من قبل ما كانش. طيب واضح تماما. صحية إجبارية.